يعني أنا كنت... لا مو معقول، أنت شو مفكرني سيد خان؟ مفكر إنه مستقبل زويا في ينطر؟ مو مشكلة، خليني صلح هاي الشغلة بالأول، تاركني لتخلص شغلة؟ لا لا مو هيك. لكن كيف سيد خان؟ أنت عن جد بدك؟ لحظة من فضلك، أنت مفكرة أني عم بكذب؟ لا ما بقصد، بس لا ما فكرت هيك. لا لا ليك سيد خان، رح أقول لك، بابا كان بابا هو مزبوط كان بيكرهني كتير، بعرف. لا يمكن هو كان ملاحظ قديش نحن قراب من بعض. عن جد يلي بقصده انه الهنود والباكستانيين مانن مختلفين، يعني نحن مثل بعض بالمشاعر. اطلعي ابوكي، انا سمعته شو قال، كان كلامه طالع من جوات قلبه وبيقصد اللي قاله. وقلبك انت؟ انا يعني شو قصدي، يعني شو عم بيقول سيد خان؟